أكثر من 350 باحثا وأكاديميا وسياسيا من 86 دولة يناقشون على مدى 4 أيام قضايا منطقة الخليج والتحديات التي تواجه بلدانها والشرق الأوسط في خضم التحولات المهمة التي تشهدها على مختلف الأصعدة. مثل هذه الدراسات ومثل هذه التجمعات حقيقة تضيف إلى صنع السياسات وصنع القرار في منطقتنا. منطقتنا منطقة مهمة، مهمة ليس فقط لشعوب المنطقة، إنما مهمة للاقتصاد العالمي، مهمة للسلام العالمي. نتعاون مع أشقائنا وأصدقائنا في مواجهة كافة التحديات. القوة يجب أن لا تكون التعامل مع تهديد مرحلي أو آني، إنما القوة في كيف نتعاون مع بعض وتكون عندنا نظرة مستقبلية نخطط لها لجعل المنطقة أكثر أمان وجعل العالم أكثر أمان وسلام. 12 ورقة بحث علمي ناقشها المجتمعون بحرية أكاديمية كاملة دون قيود عدا احترام الإطار البحثي المهم. إحدى هذه الأوراق عن تداعيات الصفقة النووية الإيرانية الكبرى والتعاون الاقتصادي بين إيران والخليج في النفط والغاز حتى وإن اختلف في قضايا سياسية. يعني كثير من القضايا التي لدينا عليها تحفظات حول السياسة الإيرانية، لكن حينما يكون هنالك نقاش وحوار بين أكاديميين يطرحوا هذه القضايا بوضوح وبمصارحة، بالتأكيد سوف تسهم إلى إيصال رسالة يعني كل طرف إلى الجانب الآخر. المشكلة مع إيران هي أن هنالك خلفية تاريخية لعدم الثقة. يعني إيران قامت بكثير من الأعمال في وقت معين جعلت هنالك عدم ثقة في بعض تصرفاتها. جلسات نقاش مستفيضة تطرقت إلى أوضاع المنطقة الاقتصادية وتأثيرات أسعار النفط والطاقة المتجددة وقضايا العمالة في الخليج والتنمية البشرية والتعليم. ملتقى أبحاث الخليج أصبح من البرامج السنوية الثابتة في جامعة كامبريدج العريقة لاستقطابه باحثين وأكاديميين مميزين من دول واسعة لمناقشة المتغيرات التي تشهدها منطقة الخليج والاستفادة من الأوراق العلمية المقدمة والعمل الجماعي. مصطفى زارو، العربية، كامبريدج.